النهارده يوم عجيب جدا جدا، اصلا انا نمت قبل الحلقه ولولا عم احمد كنت صحيت لكم. عايزه اقول لكم يعني في حاجه غريبه النهارده بتاعت صحيت برضو على خبر ترند موجود، ضرب زوجه حتى ماتت بقى، وفي يعني اختلاف في الاراء، لا دي ماتت واختفت الجثه، لا دي صحت وتعافت ورفعت قضيه، لا ده الدكتوره اللي نشرت صور الضرب والبتاع مضروبه بمطاوي يا جماعه، يعني الصور ضربت، لا يعني في لحم متشال في الوش، يعني انتوا متخيلين مدى التجبر من مين؟ من مين؟ زوجها واخو زوجها. يعني انا طب احنا هنتكلم على الحب النهارده، لكن خلينا اقول ما اقدرش اعدي حاجه زي كده، ما اقدرش يعني كامراه وكانثى كبني ادمه، يعني سيبكم من معاني بقى، سيبكم تقول لك ده سيبكم من النسويه والقصص العظيمه دي، كانسان يا اخي كانسان ازاي تضرب المراه بالشكل ده؟ اصلا انتوا عارفين الحلقه، لازم ترجعوا للحلقه دي على اليوتيوب على فكره، حلقه ضرب المراه، هل فعلا الاسلام حل ضرب المراه والخزعبلات اللي عاملين يطلعوها على الدين؟ ارجعوا للحلقه دي على اليوتيوب واعمل، انا مش هكرر الكلام، لكن لما يقول ان الاسلام اقر المراه بتعامل مع، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفقا بالقوارير، وقلت لكم قبل كده مفيش هنا ميه، لو القاروره دي الزجاج الرقيق جدا جدا الكاسين اللي انت بتجيبيهم يا انسه انت في النيش عندك، او بتحطيهم زينك، ما بيستخدموش الكاسين دول 2000 مش عارفه 2000 جنيه ولا كام، كان على ايامي كده معرفش دلوقتي بقى اوكي، حاجه كده بتتحط باترينا كده في العرض كده في النيش وخلاص، من رقه الكاس، كلما ازداد رقه الكاس زاد غلاوته، فالنبي عليه الصلاه والسلام وصف النساء بكده يا جماعه، رفقا بالقوارير تنضرب، لا ده الضرب ضرب بمطوه ولا قال حد، يعني في انا شفت، يعني ما لازم اشوف، ما انا المشكله عندي ان انا لازم اشوف، يعني في لحم متاخد من الوجه، امر صعب قوي، يعني ايه اللي يوصل زواجه؟ لما تسمع القصه الله اعلم يعني ايه دلوقتي، ما اكيد يعني اكيد هتظهر في الايام الجايه موضوع ايه اللي حصل، وهي فعلا عايشه ولا ماتت ولا ايه الموضوع، يعني هيظهر، وايه سبب ان يجي الزوج بعد ما كان زوج محب وهي عندها منه ولد يوصل الامر للكره ده؟ ايه اللي يوصل الدنيا للكره ده؟ وتجبر لدرجه خلاص اقتلها، واخوه يقول له اقتلها اضربها ضربه قاضيه ما اعرفش يحصل ايه، والكلام ده كلام فاضي. الكلام ده كلام فاضي جدا جدا وكلام شديد، ويعني يقول لك ناس ثانيه مواقع اخباريه، على فكره انا جايبه لكم مواقع اخباريه تقول لك لا يعني ده اخو الزوج هو اللي اعترفوا هما الاثنين وجابوهم واعترفوا، يعني ايه اللي يوصل الدنيا لكده؟ واصلا انت المفروض تتعامل، هو راحت معاني معامله ضرب المراه ممنوع، ممنوع انك تضربها، انتوا عارفين كده مسه كده، انت المسه دي عندها مصيبه اكتر من المس وضرب، وانك انت بس يعني بالسواك كده زي ما احنا ما بنقول، يعني ده لو هي يعني ايه نشز بقى وطالعه ومش راضيه تسمع، والكلام الكبير اللي بنسمع عنه، ما بتكلمش عن المراه السويه، ما بتكلمش عن واحده بتبكي وتعيط وتقول بنضرب علقه الصبح وعلقه بالليل، ولو جت امه ما اعرفش عملت ايه، ولو جه اخوه عمل ايه، ليه الكلام ده؟ والامهات اللي بتحرض الاولاد ذات نفسيهم، بيحرضوا الاولاد على انهم اولادهم ان هو طلقها اعملها سويها، ليه يا بنتي ليه؟ ده لو عملت فاحشه ما تخش الا اذا جبتي بينه عليها، يعني شوفي لدرجه ايه، ليه 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 نوصل للكلام ده؟ وليه تفكيك الاسر بالشكل الفظيع ده؟ يعني انا صراحه ما قدرتش اعدي الموضوع ده الا لما علق عليه، ونقول اتقوا الله في النساء، اتقوا الله، وانت يا بنتي ما ترضيش لا باهانه تاني، ولا ترضي حد يشتمك ولا يهزئك ولا يقلل منك ولا يمد ايده عليكي، ممنوع تماما، هاتي له جلسه رجاله، وما جاتش جلسه رجاله روحي قولي له اقسم بالله لو اتمدم واحده تتخيط ست غرز في مش عارفه وصلت للجمجمه ايه في الراس عشان خبطها كذا، ايه ده؟ وراجل متعلم مش هنقول راجل جاهل يعني، سيبنا ايه بقى للناس التانيه؟ يعني الكلام ده مش صح يا جماعه، الكلام ده مش صح، وادعو الله سبحانه وتعالى الظاهره دي تنتهي تماما، يعني يبقى يا رب كده يعني عنوان يقول لك مش يوم المراه العالمي والتوصيات، لا ما فيش، العنف ضد المراه مرفوض. انك تتكلم اصلا معاها باستحقار ولا بتقليل ولا بسخريه اصلا ده مرفوض، فما بالك مد الايد وتوصل لزوجتك كده، يعني توصل، يعني نسيت الفضل، ما افتكرتش اي حاجه، انا مش عارف، انا فعلا بقيت اصدق ان فعلا بيقول لك ساعه القضاء ده وساعه الواحد ما بيمسك اله حد بيقول لك ما لا تشير بحديده، ممنوع ان احنا نشير، اسراح يطول الشيطان ما اعرفش يعمل له ايه، كل الواحد ابتدى يصدق فعلا بيغيب، يغيب الامر، كان في بحث زمان كده كنت خدته في ثانيه علم الاجرام تقريبا، كان يقول لك ان اللي بيقدم على موضوع القتل ده اللحظه دي بيبقى كله قادر، استغفر الله، ندعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه، ارجوكم يا جماعه نتقي الله في النساء وفي معامله النساء.